صدير معكم، مثل ما هيك شفتوا عم تتعودوا على الحلقات، كيف كل حلقه فيها فكره معينه، موضوع معين، والمواضيع عنا متنوعه. بكل حلقه رح يكون عنا يمكن شفنا اختصاصيه تغذيه، وهلا بدنا نعمل هاند كرافت، يمكن تشوفوا بعد خياطه، نعمل كروشيه، بدنا نحكي عن زراعه البلانت الفلور، يعني كاري سوريد مثل ما انتم كنتوا معودين. ورح نكفي انه كل حلقه رح تكون الله راد باذن الله، كل حلقه احلى من الثانيه. اليوم حلقتي مميزه كمان، رح تكون معي مدام سمر عيتاني، رح تشوفوها بكذا حلقه، رح بكل حلقه رح يكون عندنا موضوع عمل يدوي نعمله. بونجور مدام سمر. بونجور. بشرفنا انك معي اليوم. نعمل هيك افكار هاند كرافت، مثل ما بعرف انا انه انت بتعملي وبتنزلي معارض. صحيح. وانا بتشكرك لانه بس اتصلت فيك وقلت لك تكوني معي بكار اسودير، دغري حبيت الفكره وتحمستي وصرتي معنا اليوم. بعرف عندك الافكار متعدده وكثيره، بس اليوم بدك تبلشي لنا بفكره كيف منزين الشابويات. ليش فكرت اليوم هيك بنعمل شابويات؟ يمكن لانه ايام صيفيه، بلشنا موسم الصيف. موسم الصيف، وهلا احلى شيء واكثر شيء بيجي ببالك انه لازم يجيب شابو للبحر. نعم. او للجبل. ايه. فأنا لقيت إنه عنا كتير أفكار، والشابو هي موضوع كتير فليكسبل وكتير واسع. نعم. فينا نحط الورد، فينا نعمل أفكار كتير. فأنا حبيت اليوم جيب تشكيلة كتير حلوة، يعني كل واحدة أحلى من التاني. شابو القماش. نعم. وعنا القش. والقش يلي كل واحدة معمولة بطريقة معينة، كتير مهضومين للصغار. حتى رح أصدقائي ما تعتلوا هم، كله رح تتعلموا كيف رح تعملوه انتو بالبيت، لأنه بعرف رح تحبوا كتير الأفكار. رح تشوفوا كيف مدام عيتاني مزينة هالبرانيت الرائعة، وكمان بطريقة كتير هينة رح تعلمكم كيف. مثل ما فهمت منك مدام سمر انه التكنيك اليوم بدك تعلمينا اياها هي الديكو، فكرة الديكوباج. ديكوباج يلي انت نحكي بس إيه. كيف انا بعتبر الديكوباج هو فن كتير جماليا. نعم. كتير قوي. او بيبهر. وبنفس الوقت هو سهل. سهل طبعا، مش اي حدا بيلاقي سهل، لكن. نعم. انا رح اعمله بطريقة كتير مبسطة. نعم. ليش فكرة الديكوباج تعتبر من الفنون اللي رتبتها عالية؟ لأنه أكثر رسامين بالعالم بيرسموا رسمات مهمة وحلوة، بياخدون وبيطبعون على نابكن. نعم. فأنت عم تعملي قطعة بأيادي رسامين بروفيشنال. نعم. فنحن بنستعمل تكنيك، بس بنفس الوقت عم ناخد درجة العالية. نعم. للرسامين العالمية. نعم. وفي بنلاقي بالسوق يعني رسمات كتير حلوة كتير. ومتنوعة، يعني بيكون عندها. صحيح. عندها الوحدة الشواء الكامل. فيكي ما تنزلي على السوق بس نعزمي على عشاء، تاخذي النابكن معك وتعملي فيها شيء. سمر عيط لك. سمر بلا سمر أكيد. سمر. سمر بس بدي فرجيهم للمشاهدين هالبرنايطة كيف هيدي النابكن يلي أساسا كانت هيدي النابكن. كانت هيك رائعة، يعني ما حدا بيصدق إنه هيدي صارت على الشابو وطلعت بهالجمال. هي ربع. نعم. أنا باخدها مثلا هون في اثنين وردتين. نعم. أنا باخد هيدي الوردة وباخد هاي الوردة. نعم. بقصهم وبلزقهم. هلا أكيد رح نتعلم كيف. رح نتعلم كيف. ببساطة نقدر نعمل هيك شابو. نعم. أكيد في عنا كمان فكرة تانية اللي هي فينا نستعمل القلم البيرمننت. نعم. اللي بنكبه فيه على السي دي حتى ما يحل بعدين. نعم. او البنسو، انا استعملت الابيض والاسود مع لون واحد شايني يناسب فكره الصيف. نعم. هيدي كمان بدنا نتعلمها التكنيك، لانه مثل ما شايفه انا هون عندك البنتور فكره مهضومه. إيه. انا استعملت بنسو. بنسو. بس اذا بدنا نسهل الموضوع فينا كمان ناخذ القلم. نعم. اللي بنكبه فيه على السي دي. من صحيح.
ونخرب شوفي عنا ساينز حلوين. نعم. على هاي شابو أنا بحسها فكرة مهضومة. كثير مهضومة. فيك تروحون فيها على الديسكو. نعم. كمان. وهي دي يونيسكس. أي حدا بيقدر. نعم. يلبسها. أفكار إذا حدا بيعمل تاتش بسيطة. كمان. يعني توش بسيطة على ال بتصير بيرسوناليزي وبكون عندها هيك التوش مهضومة. فكرة هاي كمان. هاي أخذتها من هيدي النابكن. مش معقول شو حلوة. قصيتها. نعم. وكتير حلوة. كاميرا. ايه مبينة. وقدرت لزقتها. نعم. وحطيت شوي ستراس. يلا أنا محمسة ما نتعلم كيف. وهيدي بحبها كتير كتير لازم أقول عنها. نعم. هيدي كنت عم تقليه تحت الهواء مبارح عملتيها. ايه. عشية. ما أخذت وقت كتير. روعة. هلا بنشوف كيف. كتير عندي حلوة. هيدي النابكن. نعم. اوكي اخذت طبعا الوجه اللي هو الفكره الاساسيه. نعم التيجر هون حطيت الوجه ورجعت قصيت الورد لوحده. قديش كمان بدها ذوق قديش بدها ذوق نحطه حد بعضه طيبه كثير حلوه وقديش بدها ذوق كمان سمر لحتى تعرف تطرطش توزع توزعي لحتى هلا هيدي بناخذ نحن الفكره ونحن كلنا ستات حلوين بنلبس العقد مع هيك بنلبق ايه. اشياء مثل نعم. ما بلبق الواحد الثياب بقدر يلبق نعم. بس في سر صغير تنحنا نكون ناجحين بالفكره ايه نعم. خلينا دائما نروح للالوان الفاتحه اوكي الابيض البلونسال ايه البيز هيك بتطلع نتيجه حلوه ليه لانه هي بتجي لما نقصها بتاخذ طبقه واحده منها نعم. فحتكون شوي ترانسبيرنت ممكن تاخذ من اللون اللي حطيناه عليه اه نعم فالافضل انه مثل ما بنشوفها هون نعم لازم نشوفها لازم على الشابو تبقى على فمنروح دائما للالوان الفواتح نعم. اللي هي ابيض بلونسال افضل شيء بس هاي البرنيطة كثير مهضومة بدنا نلبسها اه بتلبق كثير انا بحب الشابويات كثير وخاصه يلي هيك بيكون فيها توش يعني بتعرفي اني لبستيها انت وما حدا لابس منها صحيح اليوم انا اخترت أنا قصيت شوي تسريعا للوقت بس هلأ حنبلش أنا وياك إذا بدك يعني. نقص كم وردة من هالنابكن حسيت إنه شو رأيك نبلش بهيدي نعملها على الأبيض نعملها على الأبيض أنا حاعديك وحدية وهي مقص يلا الوردة يلي اختاريها فينا ناخد الفوشيا وتعطي كونتراست على الأبيض صحيح هيك أوكي هاي الالوان اللي الباستيل نعم. حبيت انه اخذها وفي عنا كمان قصيت انا هيدا اللون شو رايك بعمل هيدا اللون حلوه ايه حلوة. انت بتجا قصيتي بالبيت ايه. وقصيت شوي من مثل النابكن اللي معك كمان نعم. تطلع مهضومه اوكي بس هيدا مقص منيح لا مش منيح ما عم بقص رح اعطيك هذا المقص ما رح تعوزي انت ايه بعوز ما في مشكله اوكي رح اقص انا وياك انا معي مقص صدق امشي عم يقص منيح اي هيدا منيح اوكي انا سمر كمان بشتغل هيك اشياء وبلزقهم على علب خشب كثير حلو كمان هو بيطلع كثير مهضوم ديكوباج كمان بيزبط على الخشب نعم على ازاز على صحون ان شاء الله بالحلقات بس ولا مره ولا مره على شابو يعني ما اجى على راسي انه فينا كمان هي الافكار الجديده يلا هلا انا والمشاهدين عم نتعلم اليوم اكيد نحن فينا نقصها بشكل سريع بشكل مربع اوكي او دائري ناخذها ما ضروري على الطرف ايه بناخذها من النابكن وبنرجع من وبنرجع ايه هيك بنشيل الابيض بكون اهين علينا صحيح هلا انا سريعا رح اقص كلنا بنعرف نقصنا هيك اكيد وقديش حلو كمان هيك اولادنا بنوتاتنا يكونوا قاعدين حدنا يا يشوفونا عم نشتغل وهن يتعلموا قديش بتبقى هيك براسهم بس يكبروا يتذكروا بيكون جو حلو صيفي بامتياز لانه عم تشتغلي انت والاولاد نعم بدل ما يقولوا لك زهقانين بيكون عم يتسلوا انا قصيت اول وردة
انا افكر بلش لزق. ايه خلينا نشوف، بس خلينا نتعلم التكنيك كيف. بس ضروري نعرف انه هي فيها طبقتين، هيدي ثلاث طبقات، الطبقه الملونه نعم شلتها اوكي، وفي طبقتين من بعدها. هيدي ليش عندهم، ليش بنحطوها؟ لا تعطي بياض اكثر للورقه. اوكي اوكي، بس هون احنا ما بنستعمله، بنستعمل اول طبقه هون للكب. اوكي حنستعمل هول. انا حبلش لزق، راح استعمل صحن. بدي اقول انه انا بستعمل، في كثير انواع من التلزيق، بس انا بستعمل فيرنيكول. فيرنيكول هو فيرني بنفس الوقت كول، يستعمل على كثير، ميرسي، على كثير اشياء مثل الخشب، الازاز. انا بشوف هاي باسبورتو لكل شيء. وحب السؤال سمر، فينا نستعمل غير الابيض؟ فينا نستعمل غير الابيض بس بنرخيه بمي. صحيح، لازم نرخيه بمي. قد ايه بدنا نرخيه مي؟ نسبة اذا عندنا قطر خفيف. هيدي المصطلح اللي بقوله انا، قطر سميك، قطر خفيف، فخليه يكون مثل القطر الخفيف، أطر يعني متماسك. بس مش مثل المي. اوكي اوكي. انا رح استعمل شوي، رح احط هون شوي، عم استعمل الصحن تا تقدروا تشوفوا اكثر. رح احط عليه شويه مي اللي هي لانه طي يشوفوا قديش التكستير، هيدا كثير مهم ما يجبل معهم. او مزبوط، لازم يكون رقيق ليفوت من خلال المسام النابكن ويلزق بسهوله على ارجع زيت مي نسبيا. نحط بالبنسو شوي شوي حتى نشوفه صار رخو يعني، رخو ارخى من اللبن. اي ارخى من اللبن. نعم. طيب اشوف، راح بلش اخذ مثل ما قلنا منشيل القفا، نبلش نلزق. وجه الشابو هون رح حط اول وحده، هيدا الكول رح حط بالنص، بعدين بروح يمين ولازم حط كول وشمال كروس من النص لبرا، من النص لبرا، بعدين مثل الشمس بنوزعها. لحتى نخليها كلها ملزقة. بس هون أكيد لازم ينتبهوا يعني ما يجيها معي، يمكن ما هيك. هيدا الكول كتير منيح لأنه هو فيرني بنفس الوقت. واللي عم نستعمله هلأ ضد المي. أوكي، يعني إذا على البسين نقط عليها مي وهيك ما بيصير لها شيء. أبداً. فأنا رح شبعها وبنفس الوقت أعمل لها شوي هيك لتفوت بالمسام. مظبوط. وهون عم بستعمل انا بانسو شوي خشني لحتى اقدر ادخلها بكل المسام. هلا رح استعمل لون اصفر كافي. يعني بدي اقصلك بس عيني عليك، بدي اشوف كيف عم تعمليها. بدك ارجع اقصلك شو بقص اصفر؟ ايه قد ما بتقدر حسب شو بدك تحطي الوان. اصفر وازرق والبينك والازرق، الموف كمان حلو. اوكي رح اوزع قد ما في الالوان، بحس بتكون مهضومه هيك بالوان الصيفيه ربيعيه. سبحان الله كيف هيك اللون، الالوان يعني قديش بتعطي هيك، بتطغي جو حلو والنفسيه وقت تكوني لبس ملون. انا دائما بقول لهم، انا لانه ستيليست وبعطيهم نصايح عن التياب، انه قديش حلو دائما نفوت الالوان ضروري حتى بايام الشتاء، اللون حلو. صح
يعطي نفسية حلوة حتى لو لبستي أسود تحطي هيك شيء بروش فوشيا مثلا قد بتطلع حلوة مظبوط. هنكتر كل مثل ما قلنا حتى تشمل كل الوردة. أكيد عم حاول أنا أسرع شوي بس فينا نشتغل على مهلنا ما في مشكلة. إيه هن أكيد بالبيت بياخدوا راحتهم أكتر. بياخدوا راحتهم أكتر. بس كمان مش لازم كتير نطول حتى ما تصير تخزق بسهولة. لأنه ما تنسي إنه حطينا نحنا ضفنا لها مي. نعم. فممكن تخزق. يعني ما يمرقوا كتير الفرشية عليها. أو ما يكتروا يعني مرقنا مرة اثنين بزيادة مش لازم نمرق كتير وبهي الطريقة منثبتها ما تقعد تخزق كمان. عنا اللون الأزرق كمان حلو. واو حلو هيك مثلك هي هيك فكرة كتير حلوة وهينة مثل ما عم بتقولي كتير هينة وبتعطي كتير لوك حلو لل أكيد هلأ على التطبيق حيتحمسوا وبتصور أنا هلأ حيروحوا على المكتب يجيبوا. وإديش البرنايطة أكسسوار حلو بيعطي لوك حلو صحيح للتيب لل على البسين. شوفي الشابويت للولاد كمان قد بيطلعوا مهضومين. واكيد نحن اختيارنا للنابكن اللي حنحطها يمكن ينقوا شيء مثلا ميني ماوس اذا للولاد يعني عندهم شوار يلاقوا البابيه اللي بدهم اياها. وهيدي مهضومه للناس اللي بيحبوا الفن بس ما بيعرفوا يرسموا. مظبوط. فالحلول موجوده. فينا نستعمل الورد الكبيرة تا نخليها تكون على كل الشب. هيدي الزرقاء أصدقائي كمان أنا بدي أذكركم على البيج لفريب دو جوسلين يلي ديجا تعودتوا أنتوا أنه هيدي صفحة مثل كوري سورير لكوري سورير. إذا في أي سؤال بدكم تسألوه شيء تستفهموا عن شيء معين كمان أنا معكم على هالبيج لحتى تتواصلوا معي. واي سؤال بالنسبه لهالتكنيك يمكن عم تشتغلها او التكنيكات حيلا حلقه بتمرق بدكم تستفهموا عنا شيء تتواصلوا معي على صفحتي لي فريب دو جوسلين. بعد عنا مساحه كمان مدام سمر عيتاني عندها بيج على الفيسبوك كمان اذا بتحبوا تتواصلوا معها بقول سمر هاندي كرافت. سمر هاندي كرافت اسمها البيج اسمها سمر هاند كرافت. نحن قربنا نخلص. انا سمر شفتك كيف لحتى اتصلت فيك شفتك مره على ما بدنا نقول وين يعني على تلفزيون معين كنت عم تعمل حلقه وكثير شدتني الحلقه وحسيت قديش هيك مذوقه بالالوان لانه كمان واحد بده ذوق مذوقه وعندك هيدي الرافينمون هيك كثير عندك تأني بشغلك بقى مشان هيك نبشت عليكي مرسي. على الفيسبوك نسيت اسالك انا كيف اتصلت. انا عم شوف انه بكفي ايه على فرد ميلي هلا بعد في تكنيك ما خلص اوكي لحتى رح اختار
اللون باستيل هون يلبى، انا بروح للتركواز. شو رايك؟ بما انه رحنا لكن عم نكفي هلا اصدقائي بعد ما خلصت التكنيك، لكن صرتوا تعرفوا انتم كيف عملت. ذوبت شوي مي مع الفيرنيكول اللي استعملته، نقيت نقينا الرسمه من بعد ما قصينا المحرمه وشلنا الاثنين بابيي اللي بنخلي بس الطرف الفوقاني، حطيتها على المحل على البرنيطة محل ما بدنا نلزقها، وبالفرشاية صارت تدهن من السنتر وتظهر فيها لبرا مثل كأنه وقت بترسمه هيك شمس، وما تشدوا كتير مثل ما قالت مدام سمر لحتى ما تخزو الورقة. هون شو عم نشوف؟ استعملت ألوان أكريليك. أوكي. أي نوع من الألوان الأكريليك مش مهم الماركة. ألوان الأكريليك ميزتها أنه بتتذوب بالماء، بتتخفف الماء، بس لما تنشف بتصير مثل كاوتشوك ما بتروح بالماء، فإذا هي كمان ضد الماء. مشان هيك فينا نستعملها بسهولة. أنا استعملت هلأ لون تركواز لحتى هون حطيت تركواز وأبيض تركواز وأبيض تعطي ألوان الباستيل. بتصير بتشبه، وحأعمل كل المساحة بهيدا اللون. أنا خلطت تركواز مع الأبيض حتى أعطيه لون فاتح. كل المساحة البيضاء. أنا اخترت على فكرة وردة ما فيها كتير تفاصيل داخلية لحتى سهل فكرة التلوين. وهيك بنكون عم نعمل كل المساحة بين عليك. نعم كثير حلو. اوكي. لكن هون اصدقائي استعملت البنتور الاكريليك يلي عم بتقول مدام سمر عنه، وقت بنشف بيعمل مثل كاوتشوك، وهذا هو الشيء اللي بدنا اياه على الشابو لحتى اذا اجاها نقطة مي يعني تضلها مبينة هيك قاسية وتاخذ مضبوط موقعها. وحبيت هلا ادخل كمان لون البيستاش لانه كمان هو لون صيفي وموجود على البحر، اذا يعني دائما مع تركواز بيلبق كثير هيدا اللون، وبيلبق كمان على الورد. اذا بدنا نحكي هيدا الحس الفني بتحسي انه هاي الالوان بتلبق اذا حطيتها. وإذا حضرتوا يعني إذا احترتوا أي ألوان بدكم تزيدوا أي بيلبق وأي لا، بتنقوا من الألوان الورد يلي أنتم ملزقينه، شو في بقلبها ألوان وبتعملوا كمان. صحيح. لأنه أوقات واحد يعني بتحتار مع هذا اللون شو بدها تحط. صحيح. في فكرة بيقولوها بالخياطة هودي الناس اللي بيحبوا اللي بيخيطوا بيعتمدوا دايما تيعملوا شو بيقولوا؟ كونتور لشيء، او اذا بدك بروش بتاخذي القليل من التعريقه الموجوده او من الاساس وبتحطيه كبروش او كشيء يلبق. نعم القليل بتعطيه قيمه اكثر. سمر بدنا خلصت حلقتنا، نحن في شيء بدك تزيديه؟ بس خليني بس هلا انت شو بدك تعملي من بعد ما تخلصي كل بعد هي بعتبرها خلصت. لكن بدها بعد بوش فيرني ولا خلص؟ لا ما بدها شيء. هيك بنعتبر انه تلزق. صحيح. لانه ما بقى عندنا وقت. ايه خلص كل شيء. بس كثير حلوه طالعه، خلينا نفرجيها على الكاميرا لحتى يشوفوا الريزلت النهائي. رائعه رائعه. سمر انا بتشكرك يعني علمتينا شيء كثير حلو اليوم، الديكوباج النابكنز على الشابويات. رح نتواصل معك دائما، رح تكوني معنا بحلقات وافكار كثير حلوه مثل العاده. شكرا. وهون اصدقائي حلقه كوري سورير خلصت. دائما ترقبوا حلقاتنا كلها افكار مفيده لكم، وبقول لكم انا باي.